اليوم نحن نوقع اتفاقية تفاهم مع بلدية غزة وبرعاية وزارة الحكم المحلي لتمويل تعبيد شارع أو امتداد شارع خليل الوزير في مدينة غزة بتكلفة تقديرية 820 ألف دولار. المشروع هذا يوفر سهولة الحياة والحركة ل 700 ألف مواطن، هو من المشاريع الأولوية القصوى في قطاع غزة. نأمل أن هذا المشروع يعني يربط قطاع غزة من شرقها لغربها، وسيكون مشروع أثره طيب إن شاء الله على كل أبناء الشعب الفلسطيني. نشكر مؤسسة أمان ماليزيا ونشكر الشعب الماليزي. It will make a big change to the people, to the life of the people, to the economy of the area. And it connects two main roads in Gaza City. Eventually, it shall reach to Salah al-Din Street, which is the biggest street in Gaza Strip. This street connects between Beit Hanun in the north and Rafah in the south. We are very happy to receive this kind donation from Aman Palestin in Malaysia.